أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، بارك وسلم وصلي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. إن الله على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد، بارك وسلم وصلي عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. سو كيو تكليف دے رہا ہے؟ کیا نام ہے؟ روحان. اس کی جان چھوڑ. نہیں. کیوں؟ جب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ گھر نہیں چھوڑتے. اس گھر میں ایسا کیا رکھا ہے؟ وہ میرا گھر ہے. اور کون کون ہے وہاں؟ شمشان گھاٹ تھا. تو شمشان گھاٹ میں تو جل کے دفن نہیں ہوا؟ تیرے ساتھ اور کون کون ہے وہاں؟ بتایا نہیں تجھے. کون تھا؟ میرا بھائی. کیا نام ہے اس کا؟ عمان. عمان. اللہ. اچھا اب تم چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں؟ نہیں. چلو پھر اپنا پورا زور لگا کے آ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا مولانا، بارك وسلم وصلى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مالك نزل الله الناس من شر الخناس، نزل الله يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. مالك نزل الله الناس من شر الخناس، نزل الله يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. مالك نزل. اب تو یہاں سے نکل جا. تو نکل جا. اس بچے نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، تو یہاں سے چلا جا. تجھے شرافت سے کہا جا رہا ہے، تو چلا جا.